تناحر سياسي ليس الا بس حاجه واحده، هذا هو الدور الاصلي 2011. اتحدى ان ياتي براي مثل هذه انتهاء دور 2011 ويتعدى على التحليله يقول نتحدى اكبر طول شرعي للجمهوريه التونسيه بمساحه 64000 كيلومتر مربع. فقراوي خالد في دور 2011، فقراوي خالد لم ياخذ حقه، لكن اؤكد ما زلت ولا زلت مراوغ هنا حتى الوقت. هذا حق الإنسان، هذا مقر واردو، هذا التأسيسي وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية أو اللجنة التأسيسي أو الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات مقرها لافايت. هذه هي الوثيقة
لكن يا خيوط الأسعى تاير ولا ثوار ولا زلت ثائر حسب يقول القانون. وتحيا الشرطة وتحيا الدولة وتحيا الأسرة تحيا كل العالم الواقية على الخير. اسمع هذا هو الكاشي، الكاشي مسؤول عليه السيد رئيس الهيئة، لكن يا خيوط الأسعى هذه حقوق الإنسان. لا لا الرأي الفوق يا راجل، أتحدى أن يأتي ويدان لهذه، لكن أنا أؤكد الجميع أن السيد وكيل الجمهورية يعلم أني وراء طوند 10 أيام على التوالي هنا بتونس العاصمة أكولا، وزلت ولازلت وراء هنا حتى الموت. وحاولت أتحدى من يقول صح وصواب أو هي أو عليه، لكن حالة واحدة تدخلت ضد بن علي ليس إلا وعالت النجاح تلك الثورة حتى العقول مبارك. للأسف الشديد يا خيوة الأسعى لأنه تعدى لي اليوم يوم حقوق الإنسان، ولا حقوق الإنسان، هذه هي حقوق الإنسان، هذه هي حقوق الإنسان أو الدستور اللي طاح البارح ولا حدولة 1903 ولا كذا. حق الإنسان جو خالد فقراوي حي نار القصرين، خالد فقراوي حي نار القصرين، خالد فقراوي حي نار القصرين جريح ثورة. لكن يا خيوة الأسعى لا تأتي بأي حكاية، قالت يوم العيد هذا هكذا ور بالنسبة لينا. فقراوي خالد هذا دوما في 2011 حسب التحاليل الطبية، وأؤكد لكم جميعا بالله ما تقصش الخط ورسومك، خلينا عدا الآخر عدا لا لا هذه رسالة للصحة، اسمعني عايش خوي اسمعني، هذه رسالة للسيد سمير ديلو ولا اخذني عدا رسومك. هذه رسالة إلى السيد سمير ديلو، هذه رسالة إلى السيد سمير ديلو حقوق الإنسان، هذه رسالة، هذا يوم العيد اللي جيت هنا، هذا رسالة إلى مقر النهضة، روضته منذ 3 أيام لكن لا شيء، هذه رسالة وكلكم تعلمون وكلكم إعلام ناجح، هذه رسالة حديثة العهد منذ قليل. أنا وراء طند 10 أيام لكن ما زلت ولا زلت هنا. هذا هو نهاية الموضوع أو بيت القصيد أو أرض الرسالة. وحول المسؤولية كاملة إلى هؤلاء الذين يحتفلون. هذا هي حقوق الإنسان كما تشاءون أو ترون حقوق الإنسان وراء وكيل الجمهورية. بالنسبة لنا تونس شعبية لهنا منذ 10 أيام تالي علينا أن نواجهها. وزارة الداخلية ديالها. لكن أنا أقول هنا هذا هو حق الإنسان، ترجمناه إذا كثر ترجمة أو فرنسي أو أنجلي. حقوق الإنسان فقراوي خالد يقولوا أن هذه رسالة إلى السيد سمير ديلو حقي عنده، وهو اللي جاء على حسابنا كثير، هو اللي جاء على حساب قطرة الدم هذه. هذه هي رسالة احتفالنا اليوم، ولي عظيم الشرف لهذا الاحتفال الكريم، أقول نجد علينا جميعا. أقول له حقوق الإنسان خارقة للعادة هنا في هنا في شارع الحضير حقوق الإنسان كما ترون هنا نقل حي لحقوق الإنسان، نقل حي لحقوق الإنسان، هذا هو حق الإنسان، حق الإنسان لا يأتي الكثير. فقراوي خالد حي نار القصرين ثائر وثوار 2011 أزاح بن علي وأنتم تحتفلون وأنا هكذا يور علي روح الطشر.